إذا نبدأ على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما طيبا. إخواني الكرام، في شرح جديد على قناة يونسات برو، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتنا. المرجو الضغط على زر سبسكرايب أو صابونا واشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذا كما تعلمون، شرح اليوم سيكون حول موقع الترافيك الرائع هيت فور هيت، موقع رائع جدا لجلب زوار لموقعك، زوار فريدين يونيك فيزيتس، وهي رائعة جدا لكنها لا تصلح مع أدسنس. أعيد وأكرر، لا تصلح مع أدسنس. في هذا الشرح سنركز على طريقة الباتل بيجز. الباتل بيجز وهي طريقة رائعة جدا ورهيبة لربح نقاط كثيرة من موقع هيت فور هيت دوت أورج. كما ترون هذا هو الشرح. نضغط على باتل بيجز من فوق، ثم نضغط على باتل، تلاحظون شعار فيرسوس او في اس، تضغط عليه ثم يوجهك الى شاشتين او اثنان مونيتور، شاشتين. ماذا تقوم بعدها اخي العزيز؟ تقوم بالدخول الى تلك الشاشتين. كل شاشة تضغط عليها، تضغط على كل شاشة على حدة، تشاهد الإعلان لمدة 20 ثانية، ثم تطفئ الشاشة أوتوماتيكيا، تنضاف بعد 20 ثانية، ثم تضغط على الشاشة الثانية، ثم تظهر لك الإعلان، تنتظر 20 ثانية، ثم بعد ذلك تنطفئ أوتوماتيكيا. يعطيك اثنان شعارين، فوت فوت أو صوت، في الشاشة الأولى والشاشة الثانية. ولديك عند الضغط على فوت، إما تظهر معك ميس أو تظهر معك وين. إذا ظهرت معك وين فقد ربحت بونيس زائد 5 نقاط وزائد 1 في الخبرة داخل الموقع. وإذا ظهرت لك ميس فأنت تربح فقط 36 نقطة. إذا كانت وين تربح 36 نقطة زائد 5 نقاط زائد 1 نقطة للخبرة في الموقع. لكن عندما تضغط وتظهر لك ميس، يعني تربح 36 نقطة فقط. هذا فقط لتوضيح خاصية الباتل. وهكذا وتستمر في العمل، تستمر في العمل بالضغط على وين أو على المهم على فوت في إحدى الشاشتين تختار أنت. وهناك سر في هذا الفوت، عندما تظهر لك وين في شاشة واحدة اتبع تلك الشاشة. المرة المقبلة عندما تشاهد الإعلان في الشاشة الأولى 20 ثانية، ثم تشاهد الإعلان الثاني في الشاشة الثانية 20 ثانية ويعطيك فوت، اضغط على الشاشة التي أظهرت لك وين، وهكذا تستمر إلى أن تظهر لك ميس. وعكس الأمر، اذهب للشاشة الأخرى وشاهد الإعلان 20 ثانية في الشاشتين معا، ثم اضغط على الشاشة الأخرى. المهم أينما ظهرت لك وين استمر على تلك الشاشة، وهكذا تربح نقاط 36 نقطة على كل مشاهدة. وهذا أمر رائع جدا وجيد جدا، 36 نقطة على كل مشاهدة. كل مشاهدة تشاهدها داخل الموقع تربح 36 نقطة. وعند تجميع النقاط يمكنك أن تصل إلى 20,000 نقطة، 30,000 نقطة، 40,000 نقطة حسب عملك داخل الموقع. المهم يجب عليك العمل ثم العمل ثم العمل على هذا الموقع. وتضيف موقعك من خلال خاصية ترافيك اكستشينج فوق، ثم بعد ذلك عندما تضيف موقعك إلى خاصية الترافيك اكستشينج تضع لها اوتو سيرف، ثم تختار الكاتيجوري الخاصة بالموقع، ويعني وتقوم باختيار كل الأمور المتعلقة. وفي الترافيك سورس تضغط على انونيموس ترافيك سورس، لا تضغط على هيت فور هيت دوت اورج، تضغط على انونيموس ترافيك سورس، ثم بعد ذلك تضغط على سيف او حفظ. هذا كله قد شرحته في شرح مسبق، ساضع لكم رابطه في الوصف، تضغط على رابط الفيديو في الوصف، وايضا في اول تعليق ان شاء الله ساضع لكم ذلك الرابط. شرحت الموقع بالتفصيل الممل، كل خصائصه حتى الريفيرال شرحته، شرحت كل شيء في هذا الموقع الرائع جدا. وزيارته هي فريده، زياره فريده من نوعها، يمكنك الاعتماد عليه في الربح من مواقع الإعلانات، ليس الأدسنس، لا تعتمد عليها في موقع أدسنس لأنه سيغلق حسابك. اعتمد عليه في مواقع أخرى غير الأدسنس، لأن الأدسنس ستغلق حسابك مباشرة عند مشاهدة أن الزيارة تأتي من موقع hitforhead.org. إذا الرابط سأضعه لكم في الوصف. لا تقلقوا إذا كان التعليق لا يطابق الصورة، لأنني
الآن أريكم طريقة العمل فقط، والآن أعلق على أشياء يمكنك الاستفادة منها. فهمت أخي الكريم؟ ها في الصورة تشاهد أنني أعمل، وهذا الفيديو كلفني تقريبا ساعة وواحد وعشرون دقيقة تقريبا لتسجيله، لترى طريقة العمل. يعني أجلس أمام الكمبيوتر ساعة أو ساعتين وأخلص كل هذه الباتلز وأربح منها النقاط، وبعد ذلك أحولها إلى الترافيك، إلى موقعي الخاص أو إلى البلوك سبوت الخاص بي أو إلى أي موقع كان خاص بي، أو موقع لجلب الريفيرال أو أي شيء لديك يمكنك جلب لها الزيارات من هذا الموقع. المهم موقع جميل جدا لتسويق لعروضك وتسويق لأي شيء. مهم موقع جميل، وكما تعرف أنا أتصفحه بنفسي، يعني حتى الزائر الآخر الذي سيدخل الموقع سيتصفحه بنفسه، يعني عندما يرى عرض يعجبه سيدخل يتسجل أو يقوم بأي شيء. يعني ترافيك يكون مانويل، يكون يدوي، عندما يكون ترافيك أوتوماتيك هذا هو المشكل. هنا الترافيك مانويل ومن إبيات حقيقية، يعني APIs كمبيوترات حقيقية وليس بروكسي أو VPN أو ما إلى ذلك. يعني الموقع رائع جدا ويجلب لك زيارات حقيقية، غير أن أدسنس لن تقبل لك هذه الزيارات لأن فيها ريفيري خاص به هذا الموقع، وأظن أنهم سيحضرون حسابك في أدسنس إذا استعملتها. وإذا استعملتها أنت في أدسنس على مسؤوليتك الخاصة، فأنا خارج المسؤولية. المهم هذا الموقع رائع جدا بالنسبة لشركة الإعلانات غير أدسنس، يستعمل في شركة الإعلانات الأخرى ويعطي مفعول لها. موقع جميل جدا يمكنك الاعتماد عليه في العديد من الشركات الإعلانية الأخرى غير الأدسنس. أعيد وأكرر لأن هناك بعض الإخوان يسألونني دائما هل يمكنني استعماله على أدسنس، هل يمكنني استعماله على شركة فلانية، هل يمكنني استعماله على كذا. يمكنك استعماله على أي شركة تريد. المهم إذا كنت ستريد استعماله على أدسنس لا تستعمل شركة أخرى. نعم، ويمكنك إخفاء مصدر الزيارات عن طريق رابط بيتلي أو أي موقع يقوم بعمل برايفت لينك، وتضع موقعك هنا داخل الموقع وتبدأ في العمل على هذا الموقع الجميل جدا هيت فور هيت. ولديهم أيضا خاصية الترافيك إكستشينج، فيها خاصيتين، فيها المانويل وهي رائعة جدا يعطيك 16 نقطة على كل موقع تتصفحه، وهناك خاصية الأوتو ترافيك إكستشينج. وفي خاصية الأوتو ترافيك إكستشينج تضغط عليها ويبدأ مباشرة بتصفح المواقع واحد تلو الآخر، وعلى كل موقع تتصفحه يعطيك 4 نقاط على كل موقع تتصفحه. الأوتو ترافيك إكستشينج والمانويل ترافيك إكستشينج يعطيك 16 نقطة على كل موقع، يعطيك شبكة مكونة من 6 مواقع في المانويل ترافيك إكستشينج، شبكة مكونة من 6 مواقع. تضغط على الموقع يعطيك علامة الإكس بالأحمر، لا تضغط على أي علامة إكس، تضغط فقط على السهم بالأزرق الذي يحب الزيارة، تضغط عليه ثم يبدأ الموقع بجلب الزيارات لك. تربح 16 نقطة على كل زيارة مانوال، وكل زيارة أوتو تربح عليها 4 نقاط. هذا كان شرح لخاصية الترافيك إكستشينج. وكما ترون الآن في الفيديو فأنا أتصفح موقع تلو الآخر في الباتل إكستشينج أو الباتل فيو، أشاهد كل موقع على حدة. مثلا الأول أضغط عليه وشاهد 20 ثانية ينغلق أوتوماتيكيا، ثم أذهب للشاشة الثانية أضغط عليها أشاهد 20 ثانية ينغلق أوتوماتيكيا، ثم بعد ذلك يبدأ بجلب النقاط إلى الموقع. فهو موقع جميل جدا محترم، له ديزاين جميل جدا، وهو قديم في الدومين الخاص بجلب الترافيك من المواقع الترافيك إكستشينج. موقع قديم وله سايت كبير، واستعملته مسبقا مع شركة أخرى، فعلا موقع مربح جدا، له ترافيك يونيك فيزيت أو زيارات فريدة، يعني تأتي من إبيات حقيقية من كمبيوترات الأشخاص حقيقية، زيارات ليست وهمية. أعيد وأكرر إلا أنها أدسنس لا تقبل هذا النوع من الزيارات رغم أنها حقيقية، يعني لا تستعمله على جوجل أدسنس. أعيد وأكرر، وسأضع لكم الرابط في الوصف يشرح الموقع بالتفصيل كل هذا الكلام الذي قلته مسبقا، مشروح في فيديو سأضعه لكم في الوصف، تضغط عليه وتشاهد الفيديو به تقريبا 15 دقيقة أو 20 دقيقة، لا تقريبا 15 دقيقة
تشاهد الفيديو كاملا به جميع خصائص حول موقع hit4head.org. وإذا كنت تريد مواقع مثل هذه لا تنسى التعليق لي في الوصف في الكومنت سيكشن أو مكان التعليقات. ضع المواقع التي تريد أن أشرحها وسأشرحها إن شاء الله. إذا كنت تحب مثل هذه المواقع هيتفرهيت سأشرحها لك. فقط ضع تعليق كي أرى مدى تحبون وضع فيديوهات على القناة. فصراحة موقع هيتفرهيت من المواقع الرائعة جدا لجلب الترافيك إكسشنج. إذن سأترككم الآن مع مشاهدة الفيديو إلى الآخر، وسأقوم بتسريع الفيديو لكي لا يضيع منكم الوقت. الفيديو كان بساعة وواحد وعشرين دقيقة، فقد قمت باختصاره في 18 دقيقة.
هنا بعد أن انتهينا من مشاهدة الإعلانات كاملة كما ترى there are no more battles please visit the battle page later سنقوم بعمل اكتواليزي للصفحة ثم بعد ذلك نلاحظ نفس الرسالة كل شيء واضح أمامك غير مشاهد كما ترى my battle statistics هاي الباتل statistics كاملة 55526 نقطة كما ترونها في الصورة وكل هذه المواقع تم تصفحها كما ترون هذه هي خلاصة البطل عندما تشاهدها تربح نقاط كثيرة من الموقع وتحولها للزيارات على موقعك الخاص وهكذا تستمر في العمل كل يوم 20,000 نقطة كما ترون في فوق 20,000 نقطة وثم there are no more battles please visit البطل بيج ليتر ثانك يو يعني مرة أخرى يمكنك زيارة بعدها 6 ساعات أو 8 ساعات تزور مرة أخرى وتقوم بالضغط مرة أخرى نضغط على الترافيك إكستشينج فوق ثم هنا بعد الضغط على الترافيك إكستشينج يحولنا إلى صفحة الترافيك التي يمكنك منها إضافة موقعك تضغط على ماي ويب سايت بيجز ثم في الخانة الأولى تضع الويب سايت URL أو موقعك الخاص تقوم بندخل رابط قناتك مثلا أو رابط موقعك وتضعه في الويب باج URL هكذا ثم كولي ثم نذهب إلى الأوتو مانوال سيرف نحولها إلى أوتو سيرف لأنها تستنزف 4 نقاط فقط الفيو بيريود نضعها 3 أيام ثم هنا نختار الكاتيجوري التي ينتمي إليها موقعك ثم السورس نضع فيها الانونيموس او الدايركت نختار الانونيموس هكذا ثم نضغط على ادد بيج او اضافة الصفحة اذا هذا كان كله شرح لاضافة هذا الموقع على موقع هيت فور هيت رائع جدا لجلب الزيارات لموقعك وكان هذا شرحنا لليوم وكما ترون فوق 20,000 نقطة و 506 والرتبة الأولى في الموقع من حيث التصفح يمكنك أيضا تصفح كل يوم هذا الموقع ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله إلى اللقاء